السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باراجراف النهاردة نتكلم عن موضوع لاعبة جمباز مشهورة, A famous gymnast. نبدأ بالباراجراف بتاعنا. النهاردة هنتكلم عن لاعبة جمباز مصرية مشهورة اسمها حبيبة مرزوق, أخذناها في المنهج بتاعنا. حبيبة مرزوق is. حبيبة مرزوق هي An Egyptian gymnast, لاعبة جمباز مصرية. بدأنا الباراجراف بتاعنا بجملة وبنقول حبيبة مرزوق هي لاعبة جمباز مصرية. حبيبة مرزوق هو اسم اللاعبة اللي احنا هنتكلم عنها. Egyptian يعني مصري, gymnast يعني لاعب جمباز. Egyptian gymnast يعني لاعبة جمباز مصرية. She is very famous, هي مشهورة جدا. In Egypt, في مصر. And around the world, وحول العالم. يبقى بقول هنا ان حبيبة مرزوق مشهورة جدا في مصر وحول العالم. شي معناها هي, الضمير هي بيعود على حبيبة مرزوق, عشان مش كل شوية هكتب حبيبة مرزوق, فهنكتب شي معناها هي. very لما اجي اوصف حاجة بقول very يعني جدا. famous مشهور. Egypt هي دولة مصر. around يعني حول. world هو العالم. She is 18 years old, هي تبلغ من العمر 18 عام. يبقى لاعبة الجمباز حبيبة مرزوق عندها 18 سنة. She برضو بيعود على حبيبة مرزوق يعني هي. 18 يعني 18, بنقولها 18. years يعني أعوام. old يعني السن. She lives in Cairo, هي تعيش في القاهرة. with her family, مع عائلتها. يبقى بنقول ان حبيبة مرزوق تعيش في القاهرة مع عائلتها. شي برضو بيعود على حبيبة مرزوق معناها هي. lives يعني يعيش. كايرو يعني القاهرة. with معناها مع. her family يعني عائلتها. family العائلة. her family عائلتها. always supports and helps her, دائما تدعمها وتساعدها. يبقى بنقول ان عائلة حبيبة مرزوق دائما بتدعمها وتساعدها. family يعني عائلة. always دائما. support يدعم. help يساعد. here بتعود على حبيبة مرزوق. she is also a student, هي ايضا طالبة. so ولذا. she is very busy, هي مشغولة جدا. يبقى بنقول هنا ان لاعبة الجمباز حبيبة مرزوق طالبة, ولذلك هي مشغولة جدا. student معناها طالب, زي ما احنا برضو طلاب هي برضو طالبة. busy معناها مشغول. she studies hard, هي تدرس بجد. and trains hard also, وتتمرن بجد أيضا. يبقى حبيبة مرزوق بتدرس بجد وبتتمرن بجد, بما أن هي لاعبة جمباز وبرضو طالبة, يبقى هي بتشتغل وفي نفس الوقت طالبة. studies يعني يدرس. hard يعني بجد. trains يتدرب. hard قلنا يعني بجد. also معناها أيضا. she trains for 6 hours, هي تتدرب لمدة 6 ساعات. to go to the Olympics, لتذهب إلى الأولمبياد. يبقى حبيبة مرزوق بنقول إن هي بتتدرب لمدة 6 ساعات عشان تروح الأولمبياد, وده عدد مش قليل خالص, 6 ساعات. trains يعني يتدرب. 6 هو الرقم 6. hours يعني ساعات. go يذهب. Olympics هي الأولمبياد. not everyone, ليس الجميع. can do like حبيبة, يمكنه أن يفعل مثل حبيبة. يبقى بنقول هنا إن مش كل الناس تقدر تعمل زي حبيبة. not everyone معناها ليس الجميع. not هي النفي, ليس. everyone الجميع. can يمكن أو يستطيع. do يفعل أو يعمل. like مثل. حبيبة هو اسم اللاعبة اللي احنا بنتكلم عنها. لو حاسين ان الجملة دي صعبة علينا, مش لازم نكتبها في الباراجراف, مش شرط نتقيد بالمكتوب. I think, انا اعتقد. she is a successful woman, انها امرأة ناجحة.
يبقى بقول هنا ان انا اعتقد ان حبيبة مرزوق هي امرأة ناجحة. اي معناها انا think يعتقد او يفكر. شي بتعود برضو على حبيبة مرزوق. successful يعني ناجح، جاي من كلمة success النجاح. successful ناجح. woman يعني امرأة. she can balance يمكنها ان توازن between her studies and job بين دراستها ووظيفتها. يبقى بقول هنا ان حبيبة مرزوق يمكنها ان توازن بين الدراسة والوظيفة. she can يعني هي تستطيع او يمكنها، balance يعني يوازن، between معناها بين، studies الدراسات، job الوظيفة بما ان هي لاعبة جمباز فهي رياضية ودي وظيفتها. حبيبة مرزوق is the top gymnast. حبيبة مرزوق هي أفضل لاعبة جمباز. يبقى انهينا الباراجراف بتاعنا بجملة وبنقول أن حبيبة مرزوق هي أفضل لاعبة جمباز. يلا بينا نقرأ الباراجراف بتاعنا بسرعة ومن غير ترجمة عشان نحسن من مهارة الاستماع والقراءة لدينا في اللغة الإنجليزية. حبيبة مرزوق is an Egyptian gymnast. She is very famous in Egypt and around the world. She is 18 years old. She lives in Cairo with her family. Her family always supports and helps her. She is also a student, so she is very busy. She studies hard and trains hard also. She trains for 6 hours to go to the Olympics. Not everyone can do like Habiba. I think she is a successful woman. She can balance between her studies and job. Habiba Marzouk is the top gymnast. بس كده انتهى الباراجراف بتاعنا عن موضوع لاعبة جمباز مشهورة a famous gymnast. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.